بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هاي الوجبة تقريبا رابعة من المواد اللي أخذناها من دعم الإخوان مبرة الشاكر جزاهم الله خير من داخل العراق خارج العراق. هاي تشوفونها بدلات، هاي تشوفوها. طبعا ودينا الوجبة الأولى، الصور الموجودة اللي شفتوها اللي كانت بمنطقة بيجي وبجبال مكحول وعلى محور بيجي. بعد ما رجعنا كانت أكو وجبة ثانية أخذناها، هاي البدلات وهذه الكوب طبعا، وهذه الجزم مال المطاري والمطاريات. وين المطاريات؟ بالسيارة اللي اخذ ذيك هذه المطاريات ايضا هم منهم كانت فائده هواي كبيره. جزاكم الله خير. طبعا الاخوان هناك يسلمون عليكم ويندعوكم، ابنائكم وابطال الحي الشعبي من شجعاننا، والله يسلمون عليكم ويدعوكم واحد واحد. وقلنا لهم انه الاخوان في الخارج وفي الداخل في بيوتهم ما ناسين ابنائهم اللي بالجبهه، هم هاي الامور اللوجستيه تخدمهم هواي. جزاكم الله خير جزاء. احنا حجي هذا مكتب البصره فضلا باسمنا وباسم مبره الشاكري في كل مراكزها. احنا سند ودرع وظهر قوي لاخواننا ابناء الحج الشعبي، وراح نقوم بكل ما نستطيع لرفدهم ولدعمهم. طبعا الحجي استاذ سمير، احنا كان مقرر سفره يكون بصعوبتنا، لكن الوضع كان قبل يومين اكو تعرضات على طريق سامراء وانقطع يوم تقريبا ورد تامينه. كان الوضع مو بذيك السلامه اللي نقدر ناخذ يعني نغامر بالحجي او غيره، ولا هو كان انا مشروع استشهاد، لكن احنا نحافظ على ناسنا وعلى كبارنا ما نخاطر بهم، ولا كانت الخطره حكم احنا نروح وندخل دائما بالجبهه فمتعودين على هاي الاوضاع. بس الله شوي يصير وضع الان، والوضع جيد جدا طبعا، لكن بعد ما رجعنا الاخوه تعبانين ايضا من السفر. تعالنا يوم كم يوم بعدهم راح نستأنف مره ثانيه نطلع المره الجايه ان شاء الله على منطقه الرمادي، عندنا نريد نطلع عليها لان فيها عوز. الناس توجهت كلها على البيجي على مكحول، فهواي توفر غاز، لكن الرمادي هاي صفحه مال رمادي هم اتصلوا. هسه راح نطلع احنا بوجبه على مقرات هنا الاجنحه العسكريه، الدعم اللوجستي لحركه الابدان الجناح العسكري، هذه احنا الحركات تشكيلات حي الشعب الجديده للمقاومه. نطلع ايضا على بدر الجناح العسكري، كل مقر نخليه له فد وجهه من هاي المواد، من يصعدون المجاهدين ياخذونه وياهم بالعجلات مالاتهم. على كافه القواطع يصعدون المجاهدين. نعم. طبعا جزاكم الله خيرا، خصوصا هسه مركز محافظه يعرفونهم قواطعهم بالرمادي عندهم، بالصقلاويه عندهم، داخل مركز محافظه الرمادي بالفلوجه، غرمه الفلوجه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. هو هذا اليوم الذكي والشاطر اللي يتاجر مع الله هاي التجاره، لان هذه تجاره النتبور، وايضا هي مشاركه بالجهاد، والجهاد بالاموال كما الكل يعلم هي قدمت على الجهاد بالانفس، حيث قال الله باموال جاهدون باموالهم وانفسهم، وهذا اليوم هو الفائز اللي يتاجر هاي قضيه التجاره التي لا تموت. جزاكم الله خير. Yes. 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 Y